تمام الوعيزة بوزارة الأوقاف. أهلا بك معانا. أهلا وسهلا بك. هل المرأة ممنوعة من زيارة القبور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بألف خير. حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول: قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأن في ذلك عظة. يعني لو بتزار القبور للعظة فلا شيء في هذا الأمر، ولكن مع الأخذ بالضوابط الشرعية إن ما يعني نروح نبقى عارفين إن هو ده مكاننا، إن هو ده، ونتعظ من الموت، ونتعظ من الموجودين في القبور، وندعو لهم مع الأخذ في الاعتبار إن ما يبقاش فيه لا تجديد أحزان ولا صراخ ولا عويل ولا حتى الخلطة اللي لا ترضي الله عز وجل، وتوجيه حلوة. يعني في شوية مظاهر كده المفروض إن هي ما يعني ما نعملهاش، لكن للعظة طبعا ما فيش مشكلة. يعني توزيع الطعام في القبور يعتبر أمر مكروه؟ يعني الأولى إحنا رايحين للعظة نتعظ من هذا المكان، وإن إحنا ده هو ده مكاننا، وناخد عظة من الموت، ناخد عظة من اللي في القبور، وندعو للي في القبور إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ذنوبهم كده. لكن عشان أوزع طعام، توزيع الطعام شيء رائع، وإن إحنا نطعم الطعام وخاصة للفقراء أو ندخل السرور على الأطفال الصغار، ولكن خارج المقابر ممكن نعمل هذا الأمر إن شاء الله.